أهلا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولنبدأ قصتنا. مرة في نزل المدرسة كان 4 أصدقاء يتناقشون بينهم عن بعض الحوادث الخارقة للطبيعة، وفجأة قال أحد الأصدقاء إريك أن هناك لعبة يمكنها إثبات ماذا كانت كل هذه القصص الشهيرة عن المدرسة صحيحة أم لا، لكن لم يوافقوا على لعب تلك اللعبة التي تسمى تشالي تشالي، ويقال عنها لعبة يمكن للمرء التواصل مع الأرواح. في الواقع يعتقد أن اللعبة خطيرة جدا لأنها تحتوي على دفع الكثير من الناس للجنون، وقليل منهم فقدوا الحياة. إريك جعل كل أصدقائه يلتفون بشكل دائرة، ووضع في وسطهم ورقة مكتوب عليها Yes No No Yes، ووضع قلمي رصاص بالتصالب. رون لم يستطع التحكم في ضحكته ونهض لمغادرة الدائرة، لكن فجأة بدأت الأضواء تنطفئ وتنير كل مرة، وكل واحد منهم أصابته دهشة، وطلب إيريك من رون أن يرجع لمكانه، وقال إيريك تشالي تشالي هل أنت هنا؟ بعد ذلك لم يحدث شيء في الغرفة، وبدأ رون يسخر مجددا من هذه اللعبة. لكن فجأة بدأت هذه الورقة بالاهتزاز وأقلام الرصاص بالتحرك والدوران، وإيريك سأل نفس السؤال تشالي تشالي هل أنت هنا؟ ودارت أقلام الرصاص لكلمة يس، فبالفعل كان معهم، ونظر الجميع لبعضهم بصدمة. وبعد ذلك كل واحد سأل تشالي سؤال مختلف للتأكد أن روح تشالي هنا. واحد سأل تشالي تشالي هل أخفت أحدا اليوم؟ والآخر تشالي تشالي هل قتلت أحدا؟ وبدأت الأقلام الرصاص بالدوران مرة لنعم ومرة للا، وظل رون يسخر من اللعبة. الكل أكمل دوره، والآن دور رون لسؤال تشالي، وسأله مازحا تشالي هل أنت مجنون؟ لكن أقلام الرصاص لم تتحرك، وكان رون يضحك ونهض من الدائرة. لكن اللحظة التي قام فيها بدأت الأقلام بالدوران بشكل مفزع وأشارت لنعم، وعادت الأضواء الغرفة للانطفاء والاشتعال مرة أخرى، لكن أكثر من قبل. تجمد الأصدقاء من الرعب، فجأة انطفت الأضواء وصارت الغرفة مظلمة، وكل ما استطاعوا رؤيته هو أعين حمراء متوهجة. أسرع إريك لأسرع إشعال الأضواء، لكن رأوا رون تحول وجهه للون الأزرق وبدأ يرتجف ويصرخ وفقد الوعي وأصبحت عيناه بيضاء، وأسرعوا بأخذه للمستشفى، لكن الدكتور لم يتمكن من تشخيص حالته. وشفي رون لكن لم يتذكر أي شيء، وقرروا الأصدقاء أنهم لن يلعبوا لعبة تشارلي المخيفة لأنها ستسبب بكوارث خطيرة.